طبعا بنوصل فقرتنا مع دكتور رائد محسن. كل اسبوع بنفتح نحن موضوع مع دكتور رائد، واليوم رح نحكي عن يعني كيف نتغلب على حاله الاحباط بظل هيدي الظروف اللي عايشينها، كان مع الطلاب، المدارس، الجامعات، افراد العيله، الكبار الصغار، الكابلز، كله بياثر على عم نشوفه حوالينا، كان بالسوشيال ميديا، كان من على شاشات التلفزيون الى اخره. الواحد ما في الا ما يتابع، ولكن لازم ليكون أقوى ليقدر يوقف ويتضامن بشكل أفضل. دكتور رائد صباح الخير. صباح الخير لك. يعني مين ما بتأثر، كل اللي بيتأثر، يعني ما بتصور في حدا بفكر بمنطقية ما بيقدر يدعم القضية الإنسانية. يعني صحيح. هاي بتيجي بداية، حتى لو كان ما عم يقدر يعبر بشكل يعني مباشر، ولكن هون شعور بالأحباط والشعور باليأس، وكنا شوي عم نحكي شعور بالذنب، يعني هيدا كله بيجي من وراء اللي عم نشوفه. كيف التعامل مع هالموضوع بالتحديد؟ والدليل انه شعوب من كل أصقاع العالم، يعني من كل بلدان غربية وغير غربية، معظمها صار فيها مظاهرات تضامنية مع اللي عم بيحصل بغزة من عدوان من نجي. فهيدا هذه هي مسألة إنسانية بالدرجة الأولى، خاصة اللي بالدول الأجنبية، يعني ما بتعنيهم فلسطين شيء مثلا، لكن بيعنيهم الإنسان شيء. نعم. طب نحن هلأ بالنسبة لعدد لا بأس به من بنات وأبناء شعبنا، بقول طب أنا شو دوري، شو بدي أعمل، شو فيه أعمل؟ العب يقاتل يقاتل، والذي لا يقاتل بالسلاح يقاتل بالمعلومة، يقاتل بالتثقيف، بالكلمة. نعم. يعني هلأ هو الوقت المناسب لحتى يصير فيه حركة هالوعي هيدي. نعم. يعني أن واحد مثلا لما نعمل أنشطة بالثانويات، بالمدارس، بالجامعات، ممكن هلأ مثلا على تقريبا بعض الجامعات كل أسبوع في يومين أو ثلاثة أنشطة عن فلسطين وعن غزة. طيب، وبالأيام العادية حتى كي لا نحبط، واحد يعرف حاله أنه أنا كنت عاملا وفاعلا بالنسبة لفلسطين أو غزة أو العراق أو حيث هناك عدوان على بلداننا، وما زلت الآن. يعني هي استمرارية العمل هو اللي بخليني أنا أقضي على حالة الأحباط. لما إذا أنا ما كنت عم بعمل شيء وهلأ بدي أعمل، طب أنا ما معود، ما مرس ولا معلم ولا مدرب أنه أعمل شيء. نعم. طبعا في اتبع، مش غلط الواحد يكون تابع بمجالات معينه، انا اقود بمجال معين واتبع مجال اخر، فعلي الان ان اتبع الاخرين اللي هني معودين انه يقوموا بهكذا انشطه بالمدارس او بالجامعات وبالانديه الثقافيه بالقرى بكل المتحدات. فاذا من هون عبول هيدي الاستمراريه، الواحد عليه لا يتوقف، انه توقف العدوان هلا، وصلنا لوقت اطلاق نار ما بعرف ايمتى، طب وبعدين شو؟ نعم. نبقى بنحكي بعدين شو، خلينا نحكي هلا شو. هلا كنتوا عم تحكوا قبل الفقره معي مع الاستاذ امير حمدان عن السوشيال ميديا، وسائل التواصل. صحيح. وسائل التواصل اللي هي نحن ما بنملكها، اللي هي عم يسكتوا كثير ناس، عم يسكتوا الكلمه يعني كمان. صحيح. لكن ما نعرف انه من وراء وسائل التواصل الالكتروني صارت في فضائح لارقام ولمجازر. نعم. كان قبل يغطى عليها. صحيح. من الاعلام الغربي وغير الاعلام الغربي المسيطر عليه ماديا وماليا من شركات راسماليه معظمها من القوى يهود، فكانت يحطوا اللي بدهم اياه خاصه بالوسائل الاعلاميه الاجنبيه. نعم. بقى هيدي عم توصل شوي مؤخرة، لكن عم توصل يعني، ومظاهرات في تلك البلدان ان كان باوروبا او بامريكا الشماليه وكندا هي نتيجه وسائل التواصل الالكتروني هيدي. نعم. فحرك عندهم الشعور الانساني. هلا مش كل انسان، مش كل فرد عنده شعور انساني. نعم. في اشخاص ما بحركهم شيء، في شخص بتحركه مثلا انفجار بجريدة بفرنسا وما بتحركه ماذا يدور الآن والعدوان بغزة. نعم. يمكن حط بروفايل بيك على الواتس أب شي دخله بفرنسا، وهلأ ما حركته قضية المسألة القضية بفلسطين أو المجازر بفلسطين. هيدا هون يعني ما بقيمه شو، لكن الشعور الإنساني ما بيكون منتقص، يا في شعور إنساني يا ما في شعور إنساني أبدا. ما فيك تختار قضية تعتبرها هيدي مسألة قضية إنسانية وهيدي منا قضية إنسانية، هيدا حلال قتله وهيدا منه حلال قتله. صحيح. هون إذا في معاناة بتضامن ولو بالكلمة، كنت حالتك عطول بالكلمة والموقف، ما الكلمة هي موقف. نعم. أو طيب الكلمة بعدها قدرة توقف بوجه القوة برأيك بزمننا الحالي، ممكن تأثر؟
في سلاح وجه سلاح وفي كلمة وجه كلمة. نعم. في كتاب وكاتبات وجه كتاب وكاتبات، وفي مقاتلات ومقاتلين وجه مقاتلات ومقاتلين. نعم. في الواحد يكون عم يقاتل بالسلاح وعم يقاتل بنقول دائما بالقلم بالثقافة. وهون الشطارة بطرح الكلمة وبالكاريزما وبالإقناع. وعدونا بيتغلب علينا بالثقافة. نعم. على بيعرفوا بيحسبوا انه قدي عدد القراء بالعالم العربي. نعم. بيعرفوا انه هو قليل جدا. نعم. لذلك لما نقول انه لا نقرأ نحن بالعالم العربي معناها انه هن كانوا عم يستعملوا هالسلاح ضدنا، سلاح الثقافة ضدنا. نعم. وتغلبوا علينا من الفترة الماضية فيه، مع انه كانوا عم يحكوا عن كل خططهم التوسعية بكل بلداننا بما فيها لبنان. ونحن بنعتبر انه اسرائيل ليست عدوا طالما انه ما في حدا بحركش فيها. نعم. طيب كيف فينا نجمع بين هالاشخاص يلي وكانه غابت عنا القضيه الانسانيه وما لا يبرر لها هذا الموقف وضمير مرتاح؟ يعني ما في الا اذا صار في مشاهدات تلفزيونيه او اذا اجى شيء على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الالكتروني يفتحوا يشوفوا يمكن يعملوا ديليت لانه ما بيعنيه مثلا. نعم. هيدا كيف بدك تحرك يعني ما فيك تكون انسان نص طائفي، يا طائفي يا انك منك طائفي، هون نفس الشيء، يا انساني يا منك انساني. نعم. ما فيك تقول انا بهالموقع هيدا اتصرف سلوك مجرد من الطائفيه ولكن بالمساله الفلانيه لا انا. طب شو سبب هيدا السلوك الطائفي؟ هيدا هون صفه القناعه وصفه التفكير وصفه ازدواجيه المعايير بكل شيء. يعني كل واحد بيقول ايه انا مستوي 75% بلا طائفية، في 25% طائفية. طب بالمستوى الانساني يعني مين حامل مصر وقلم او حامل ميزان؟ نعم. كي يزن انسانية كل فرد في كل واحد هو ضميره مرتاح. علينا نحن انه نحرك الشعور الانساني، نعول على انه كل فرد عنده شعور انساني، نعول على كيفية تحريكه خاصة بالمرحلة الحالية بالإشياء اللي كلنا عم نعملها، مثل لما تكون مثلا هلأ شاشة التلفزيون الجديد كل النهار انه غزة ودور الإعلام. ايه طبعا هيك حدا كل نهار غزة. طيب ما هو إلا ما يلقط شيء. هلأ إذا كل يلقط شيء يعني عن غزة، يعني هي عم نحكي اللي ما بتعنيه. نعم. ما عنده لا بتعنيه لا غزة ولا غير غزة يمكن. فإذا كل المحطات التلفزيونية كانت هذا اليوم هو يوم غزة. نعم. في كمان إذا بده ما يتفرج، بس ما معقول إنه ما تمرق قدامه الفكرة. تنستعمل كلمة ما معقول ما تتصيدوا. نعم. ما تتصيدوا بمشهد يحرك فيه هذا الشعور الإنساني، لأنه منقول إنه كل واحد عنده شعور إنساني بدك تحركه. طيب كيفية التعامل والتعاطي مع الأحباط اللي بيصيب بعض الأشخاص اللي بفوتوا أكتر بالقضية وعندهم الإنسانية زايدة عندهم، يعني اللي هي المطلوب، يعني هون كيف بيتعاطى مع الشخص والإنسان حتى ما يوصل لمرحلة الكآبة، مرحلة إنه يصير في مشاكل بين أفراد العائلة، بين العالم ببعضها، بالمجتمع، بين الطلاب إلى آخره، لأنه كمان الإنسان يلي أنا بشوف أوقات مشهد لطفل أو لبريء أو لمدني مشقف قدامي ما بيروح كل النهار من بالي، وممكن يكون عصبي بأي تعاطي عم بتعاطى مع غيري بخلال النهار. صحيح. بده هذه مسألة مزبوطة، بده الواحد يعرف كيف يستوعب مشاعره وما يحط فجر غضبنا من المكان الخاطئ. يعني إذا أنا معبأ مما يحصل وصار معي مسألة بشغلي عادية ما دخلها باللي عم بيصير بغزة، لكن على الصعيد العملاني كل يوم ما أجي فرغ غضبي بموظف آخر أو بالمديرة تبعي أو بحدا أنا يمكن يكون عم بشرف عليه بالعمل. يعني هالتولرنس هي القدرة على التحمل مفروض أنه ما تتفرغ بالمكان الخاطئ. نعم. لكن فرغها بمكان ما. فاذا طب اذا انا هالقد حقمت من هالمشاهد واللي عم يحصل، طب شو عم تعمل تتفرغ؟ يعني كل واحد بيحكي عن حاله، بقى بفرغ انه عم بنشط يمكن بمظاهره، يمكن برسمه للفنانين، باغنيه كمان للفنانين، بكلمات لشاعر وللطلاب بانشطه طلابيه. يعني لما تكون يعني الطلاب هن المبدعين والطالبات مبدعات ومبدعين. نعم. بيعملوا نشاط بنفس الجامعة يومين، شوي بعد أسبوع بدهم يعملوا نشاطات أخرى لفترة يومين، بتقول طب شو بدهم يعملوا شيء ما عملوه قبل؟ نعم. بتلاقيهم لا دايما عندهم أفكار، أوقات أفكار بتكون للدعم، دعم المادي،
معناتها بيع اشياء من تراث الفلسطيني. هلا طبعا عم نستعمل الماده كوسيله دعم. بيجي بعدين بيعملوا لك مثلا معرض عن منذ 48 حتى الان صور عن كل ما حدث بفلسطين. ايه ولا طبعا لما يعملوا شير دائما بيحطوا فلسطين ولبنان. فاذا عم بفرجوا الاجرام الاسرائيلي منذ تاسيس هذا الكيان حتى الان. طيب هيدي مشهديه مثلا، هيدا بياخذ يومين، بياخذوا شغل كتير، بس تجميع الصور والنكبات والنكسات والمجازة بالقرى، انه مجزرة غزة ليست الاولى لكن الاولى بهالحجم، الاولى لانه صحيح. تطور تكنولوجي صحيح. بقى التوعي لافراد لعائلاتنا للاهل خاصة، وعم نحكي عن الشعور الانساني، ما عم نحكي لا عن الشعور الوطني ولا القومي. يعني الواحد بيقول لك انا شو بدي بفلسطين، انا خليني مثلا قاعد حيث انا بالعراق، حيث انا بلبنان، حيث انا وين ما كنت. قول اوكي، لما تشوف هالاطفال منذ حرب تموز عم يكبوا على صواريخهم من اطفال فلسطين لاطفال لبنان. كيف اذا هيدي ثقافتهم؟ نحن ما فينا نجي نبعد اطفالنا واولادنا عما يجري لما الطفل بالدوله العدوه الذي يهدف يوما ما ان يكون بنص الحمراء وبنص الزحله وبنص الاشرفيه وبنص بغداد بس هل مسموح نفكر انسانيا؟ طب ما هيدا هذا شعور انساني، ما انا انساني، في حدا بده يقتلعني من ارضي كانسان. صحيح. فاذا عم بتقول لهم في تلك الدوله هذه الكيان بين هلالين هكذا يربون اطفالهم. طيب وانا شو عم بعمل بالمقابل؟ ما بدي ربيهم على الحقد، لكن على القليله على الوعي بما يستهدفهم لهؤلاء الأطفال عندما يكبرون. ماذا يضمرون لكم بالمستقبل؟ صحيح. ونفس الشيء بالنسبة للصحفيات والإعلاميات اللي كانوا عم يكتبوا على الصواريخ من يومين اللي إهداء إلى غزة. فأقول والضابط اللي فجر بيت بغزة وبالكاونت داون وعم بيهديها لبنته عيد ميلاد 5-4-3-2-1-0 وفجر بيت، فجر بيت هيدي إهداء لبنته بعيد السنتين. بس مشي حاله، رجع قتل بعد شيء 5 أيام أو 6 أيام. فايه هودي شوف، ما بدي انفهم غلط، بس هل من اللي بيفكر بإنسانية بيقدر يفكر بالطفل الإسرائيلي بإنسانية؟ ولا يعني بغض النظر انه يعني انا عم فكر بانسانيه طبعا، ونحن بنعرف انه كميه من الاطفال يلي عم تباد والمدنيين والابرياء هي عم تصير بغزه، يعني هن هدفهم المدنيين والاطفال اكثر من المواقع اللي لازم يحاربوا فيها. ولكن اللي بيفكر بانسانيه في فكر انسانيه شامله؟ في فكر انسانيه شامله اكيد، لانه نحن بالنسبه لنا كشعبنا يعني في لبنان وفلسطين والعراق كلنا بكل سوريا، نحن ما عندنا شيء ضد اي انسان يهودي على وجه الكره الارضيه، على وجه الكره، ولا حتى اليهودي اذا ما كان يؤمن بانه فلسطين ارض، انه بده ياخذ هالارض. يعني انه هو اذا بعده لحد هلا مع كل حالات المعاهدات السلام مع بعض الدول العربيه، هن ما زالوا يؤمنون ويعملون لهدف انه اقامه اسرائيل بين الفرات والنيل. فاذا لكل الطلاب بالجامعات والمدارس والثانويات شوفوا بين نهر الفرات ونهر النيل صحيح. اي دول موجوده، هن ما زالوا يؤمنون ويعملون بذلك. هن خريطتهم واسعه. اذا واحد قاعد اذا واحد قاعد بنيويورك بيقول لك يهودي والفلسطين مش ارضي، شو لي معه؟ بس حيلا انسان كان يهودي او غير يهودي، بس هلا لانه عم نحكي عن اليهود بيامنوا انه هيدي ارضهم، معناتها انت اصبحت عدوا لي بدك، او ارضهم يعني لبنان ارضهم، معناتها بتطلع لي من ارضي. فاذا حاله انسانيه بتعاطف معك انا بما جرى لك في اوروبا والبلدان الاوروبيه واللي هن عم يتعاطفوا معهم، بس هن مش من زمان يعني بيو لماكرون، ما ضروري جده بيو لماكرون كان يعلق يمكن بوستر، مش ضروري بيو بالذات يعني جيل اباء الانسر الجيل هذا بالاربعينات كانوا يعلقوا بوسترز ممنوع دخول الكلاب واليهود الى اماكن معينه. يعني بيك اللي عمل هيك، انت هلا جاي تعمل فينا اللي كنتوا مانعينه عندكم. يبدو انه هن ما بدهم اياهم يكونوا عندهم، مش هيك بدهم يخلوهم خلينا عندنا خذوا انتوا قرفوا. نفس الشيء بالولايات المتحده الامريكيه. صحيح. فاذا هن عندهم عقده ذنب تجاه تاريخهم، تاريخ ابائهم واجدادهم، احضنوهم وساعدوهم وردوهم حيث وير ذي بيلونج، من حيث اتوا،
رجعوا. أنا خلص وقتي بس أنا سألتك سؤال الإنسانية فقط يعني، وهيدي ردا على كتير من الأراء يلي بنسمع حول العالم من كتير من الغرب أنه كمان في أطفال عم تنقتل بإسرائيل. هذا اللي بدي أقوله، أنه نحن كناس نحن مع الإنسانية ككل، ولكن مع الإنسان اليهودي الصهيوني يلي ما بده يحتل. هلا ما فيكم صهيوني وما بده يحتل، وبصلب العقيدة الصهيونية يهودي يهودي يعني، طالما هو منه بفلسطين ما لي معه شيء. إذا جده كان ولد بفلسطين معناته أنه له بفلسطين، اللي هني ما بعرف قد كانت النسبة المئوية طبعاً. تاكد عليك دكتور رائد، شوفك نكس وغزة منتصرة إن شاء الله إذا الله بيريد نحن.